حبايب مشتركي سبورانات، اليوم ان شاء الله باش نكمل نصلح لكم بقيه تمارين الكتاب المدرسي لتلاميذ سنه 7 اساسي. ان شاء الله بالفيديو هذا نكون كملت اصلاح جميع التمارينات الموجوده في اخر الدرس، ومن بعد باش نصلح لكم مجموعه من التمارينات الاخرى مع سلسله التمارينات. باهي، تمارين رقم 15، احسب ذهنيا القاسم المشترك الاكبر ل 1 85723. شنو باش يكون؟ باش يكون واحد. علاش؟ خاطر عندي واحد لهنا يقبل قسمة كان على واحد أكهو، إذن وهذا يقبل قسمة على واحد، إذن بش يكون واحد. 10 و6430 بش يكون 10، لخاطر 6430 تقبل قسمة على 10 و10 أصغر منها. 9 و81 كيف كيف 81 تقبل قسمة على 9. 9 و51 بش يكون 3، و7 و41 بش يكون 1. علاش؟ خاطر 7 عدد أولي و41 عدد أولي. إذن شنو نقول هنا؟ نقول 7 و41 أوليين فيما بينهما. فهمنا؟ فهمنا ذي؟ علاش؟ خاطر هنا مادام 7 عدد أولي و41 عدد أولي، إذا القاسم المشترك اللي بيناتهم هو 1. تعال نصلح تمرين 16 صفحة 70. شنو فيه لهنا؟ فيه المضاعف المشترك. أحسب المضاعف المشترك الأصغر ل 18 و51. قبل ما نحسب المضاعف نعطيكم تعريف المضاعف المشترك الأصغر. شو معناتها مضاعف مشترك أصغر؟ نرمز له بميم ميم إيه. مضاعف مشترك أصغر هو لعددين صحيحين تابعين بالطبيعة، هو شنو هو؟ هو جذاء العوامل الأولية المشتركة وغير المشتركة. اللي مشتركين واللي ما مش مشتركين لهما مع إعطاء أكبر دليل قوة. مع إعطاء لكل منهما. فهمنا؟ بالطبيعة هو أصغر ولكن نعطوا أكثر دليل قوة. إذا أول حاجة نفككهم إلى جذاء عوامل أولية، ومن بعد نختار الجذاءات المشتركة وغير المشتركة مع إعطاء أكبر دليل قوة. إنه هو يحب يلوج على المضاعف المشترك الأصغر ل 18 و54. باهي، باش نجي نحل لكم هذو مزوز ومن بعد باش نخدم نعطيكم النتيجة طول. بالنسبة لهذه عندي 18 قاسم شنو؟ قاسم 2 باش تعطيني 9، 9 قاسم 3، 3 3 قاسم 3 1. إذا 18 يساوي 2 قوة 1 ضرب 3 قوة 2. باهي، والعدد اللي بعده هو 54، 54 قاسم 2 باش تعطيني 27، 27 قاسم 3 باش تعطيني 9، 9 قاسم 3 3، 3 قاسم 3 1. إذا 54 كيفاش يتكتب؟ 2 قوة 1 ضرب 3 قوة 3. وقلنا المضاعف المشترك الأصغر، المضاعف المشترك الأصغر شنو هو؟ نختار الجذاءات المشتركة وغير المشتركة مع إعطاء أكبر دليل قوة. إذا هنا شنو عندي؟ عندي 2 قوة 1 و2 قوة 1، باش ناخذ 2 قوة 1 ضارب 3 قوة 3 و3 قوة 2، إذا باش ناخذ أكبر دليل قوة ضارب 3 قوة 3، شنو باش تجيني هذه؟ باش تجيني يساوي 54. إذا المضاعف المشترك الأصغر لهذين العددين هو 54، ويحب القاسم يساوي 54، ويحب القاسم المشترك الأكبر زاد القاسم المشترك الأكبر ل 18 و54. كيفاش ناخذ القاسم المشترك الأكبر؟ باش ناخذ 2 قوة 1 ولكن باش ناخذ 3 قوة 2 يساوي 2 قوة 1 ضرب 3 قوة 2 يساوي 18. تفهمنا شنو الفرق بيناتهم؟ بين المضاعف المشترك الأصغر والقاسم المشترك الأكبر. بالنسبة للقاسم المشترك ناخذ كامل الجذاءات المشتركة مع إعطاء أصغر دليل قوة. المضاعف المشترك ناخذ الجذاءات المشتركة وغير المشتركة مع إعطاء أكبر دليل قوة. اللي بعدها يحب المضاعف المشترك الأصغر ل 17 و85، كيف كيف القاسم المشترك. به 17 هي شنو؟ هي عدد أولي. إذا 17 قاسم 17 تعطيني 1، 17 يساوي 17 قوة 1. باهي، 85 قاسم شنو؟ 85 كيف 85 باش نقسمها؟ 85 على 5 باش تجيني 17، 17 على 17 باش تجيني 1. إذا 85 يساوي 5 قوة 1 ضارب 17 قوة 1. المضاعف المشترك الأصغر نزيد نأكد، نختار القواسم الجذاءات المشتركة وغير المشتركة مع إعطاء أكبر دليل قوة. إذا يساوي شنو باش يكون لهنا؟ باش يكون 5 قوة 1 في 17 قوة 1 اللي هي 85. فهمنا؟ والقاسم المشترك الأكبر بيناتهم، القاسم المشترك الأكبر ل 17 و85، نختار الجذاءات المشتركة كهو مع إعطاء أصغر دليل قوة. إذا الحاجة الوحيدة اللي تعاود هي 17 قوة 1 اللي هي 17. فهمنا؟
نتعدى للجداء اللي بعدها، الأعداد الزوز اللي بعدها، يحب المضاعف المشترك الأصغر ل 21 و 126. كيف كيف باش نجي نقسم 21 باش نقسم 126 ونشوف. باهي 21 قسم شنو هذه؟ قسم 3 باش تعطيني 7، 7 قسم 3 7 قسم 7 بالطبيعة باش تعطيني 1 هكا ولا. إذا 21 يساوي 3 قوة 1 ضرب 7 قوة 1. باهي دونك نجي نقسم 126، نفكك 126 إلى جداء عوامل أولية. 126 تقبل القسم على 2 قدر الأحاد نتاعها زوجي، قداش بتعطيني 126 على 2؟ 100 على 2 باش تعطيني 50، و 20 على 2 باش تعطيني 10 إلى 60، و 3 على 2 باش تعطيني، و 6 على 2 باش تعطيني 3، تجيني 63. فهمنا؟ على نخدمو ديما بشوي بشوي مع بعضنا. 63 هذه شنو تقبل القسم على 3، على 3 شنو باش تجي؟ 60 على 3 20، و 3 على 3 1، يجيني 21. 21 على 3 7، 7 على 7 1. فهمنا؟ هاني نخدم ذهنيا ونوريكم كيفاش الطريقه. معناتها لهنا باش نقسمو على 2، نقسم ال 100 على 2، نقسم ال 20 على 2، نقسم ال 6 على 2 ونجمعها. باهي شنو باش تجيني؟ 126 هي 2 قوة 1 ضرب 3 قوة 2 ضرب 7 قوة 1. اذا المضاعف المشترك الاصغر اللي بينات هذوما زوز الاعداد المشتركه وغير المشتركه ما اعطى اكبر دليل القوه. باهي شنو عندي لهنا؟ عندي 7 قوة 1 و7 قوة 1 بالطبيعه باش ناخذها، مشتركة وغير مشتركة ما أعطى أكبر دليل القوة. 3 قوة 2 و 3 قوة 1 باش ناخذ 3 قوة 2، و 2 قوة 1 باش ناخذها. فهمنا؟ شنو باش تعطيني هذه؟ باش تعطيني يساوي 7 ضارب 9 ضارب 2، بالطبيعة نحسبها ما نخليهاش هكاكا، باش تجي 126، 126. فهمنا هكا؟ 7 قوة 2، 2 قوة 1، 7 قوة 1، 2 قوة 1، 3 قوة 2، اللي هي 126. 20. توا المضاعف المشترك الأكبر في هذين العددين، القاسم عفوا، حسبت المضاعف باش نحسب القاسم المشترك الأكبر ل 21 و 126. بالطبيعة ناخذ المشتركة مع عطاء أصغر دليل قوة. إذا شنو باش ناخذ هنا؟ باش ناخذ 3 قوة 1 في 7 قوة 1 اللي هي 21. فهمنا؟ عدا المثال الأخراني، المضاعف المشترك الأصغر ل 18 54 و85. عطيني 3 أعداد. 18 خدمتها و 54 خدمتها و 85 خدمتهم في الأمثلة اللي قبل. إذا يكفي إني نكتبهم. إذا 18 و54 و85. إذا 18 هي 2 قوة 1 ضرب 3 قوة 2، ال 54 هي 2 قوة 1 ضرب 3 قوة 3، و 85 هي 5 قوة 1 ضرب 7 قوة 1. باهي خدمتهم في الأمثلة اللي قبل الكل. إذا شنو باش ناخذ؟ باش ناخذ المضاعف المشترك الأصغر، باش ناخذ الأعداد اللي تتعاود واللي ما تتعاودش مع إعطاء أكبر دليل قوة. شنو عندي؟ عندي 2 قوة 1، 2 قوة 1، معناها 2 قوة 1 ناخذها ضارب، عندي 3 قوة 2 و 3 قوة 3، باش ناخذ 3 قوة 3، و 5 قوة 1 و 7 قوة 1، في 5 قوة 1 ضرب 7 قوة 1. شنو باش تجي النتيجة هذي؟ باش تجيني 2 ضارب 9 ضارب 5 ضارب 7. إذا هذي باش تجيني 18 ضارب 35، خاطر 5 في 7 35، باش تجيني النتيجة النهائية 4590. فهمنا؟ حط 3 أعداد كيف كيف، نطبق نفس التمشي، ناخذ الأعداد المشتركة، الجدائيات المشتركة وغير المشتركة مع إعطاء أكبر دليل قوة. باهي، والقاسم المشترك الأكبر لي 18 54 و85، باش ناخذ الأعداد المشتركة، الجدائيات المشتركة مع إعطاء معناها بالنسبة للقوة ناخذ الأصغر. شنو اللي تعاود لهنا؟ 2 قوة 1 3 قوة 2، 2 قوة 1 3 قوة 3، و 5 قوة 1 7 قوة 1، ما عندي حتى عدد يتعاود بيناتهم، إذا 1. شنو نقول؟ هذوما أعداد أولية فيما بينها، أعداد فيما بينها. تفهمنا؟ خاطر فما حتى عدد حتى جدائي يتعاود فيه من 3، لازم يكون يتعاود موجود فيه من 3، لأن صحيح 2 قوة 1 موجودة في 18 و 54 ولكن ماهيش موجودة في 85. 18 و 54 عندهم قاسم مشترك بيناتهم أكبر، ولكن هذوما 3 أعداد ما عندهمش قاسم مشترك بيناتهم. تفهمنا؟ تعال نصلح التمرين 17 صفحة 51، عطيني جدول ويحب نكمل النقاط ليكون العدد قابل للقسم على 5 و 3. شنو العدد الأولاني؟ شنو هو؟ العدد الثاني، العدد اللي بعدها ب،
هو شنو يحب؟ يحب يكون قابل للقسم على 5 و9. باش نبدا، هل نبدا بقابلية القسم على 5 ولا على 9؟ نبدا بقابلية القسم على 5. علاش؟ على خاطر بالنسبة لخمسة يجب يكون رقم أحاده 0 ولا 5. نجي نعوض رقم الآحاد، وبالنسبة لتسعة يكون مجموع الأرقام، مجموع أرقامه قابل للقسمة على 9. فهمنا؟ إذا نحط رقم الآحاد باش نتهنى اللي هو قابل للقسمة على 5، ومن بعد نشوف مجموع الأرقام. نبدأ بالعدد الأولاني. لاناش باش نجي نحط، أول معناها عندي 0 و5، باش نبدا بالصفر، باش نحط صفر. إذا الآلاف لاناش باش يكون عندي 3 و1 4، باش تكون قابل للقسمة على 9، شنو لازمني نزيد لهنا؟ 4 شنو لازمها تكون؟ هل إني كي نزيد 1 باش تجي 5، ماهيش قابلة للقسمة، كي نزيد 2، باهي نحطهم الأعداد الكل اللي بين الأرقام الكل، معناها 0 1 2 3 4 5 6 7 8 و9. هذوما الاقتراحات الكامله معناتها اللي نجمو يكون. كي نحط صفر شنو شويه عندي؟ شوف كيفاش عملت هنا، حطيت رقم الاحاد 0 ورقم الاحاد 5، هذوما يكونوا قابل للقسمه على 5. باش نحط جميع الاقتراحات ونحاول نربط بيناتهم وقت يكون لازم يكون الشرط انه قابل للقسمه على 9. شو معناتها قابل للقسمة على 9؟ معناتها مجموع أرقامي يكون قابل للقسمة على 9. لأن شنو عندي مجموع الأرقام؟ 0 و3، 3 مع 1 4، معناتها 4 قداش نضيف لها باش نلقى العدد هذا يكون قابل للقسمة على 9؟ باهي، 4 كي نضيف لها 0 تجيني 4، لا كي نضيف لها 1 5، كي نضيف لها 2 6، كي نضيف لها 3 7، كي نضيف لها 4 8، كي نضيف لها 5 تولي 9، 9 قابل للقسمة على 9، إذا هنا باش نربط بخمسة. 6 تولي 10، لا 7 تولي 11، لا 8 تولي 12، لا 9 تولي 13، لا. إذا الرقم الوحيد هنا يكون 5. إذا العدد متاعي الأولاني هو 5130، العدد هذا يكون قابل القسمة على 5 وقابل القسمة على 9 في نفس الوقت. لأن حطيت 5 رقم الأحاد خاطر قابل القسمة على 5، 5 و1 6، 6 و3 9، 9 شنو نضيف لها هنا؟ نضيف لها 0 تولي 9، إذا يجي نضيف لها 1 10، لا 11، لا 12، لا 13، لا 14، لا 15، لا 16، لا 17، لا 18، إنه قابل للقسمة على 9 ولا لا؟ نعم هكا ولا؟ إذا نجم نحط 0 ونجم نحط 9. إذا لهنا شنو عندي؟ فهمنا؟ لهنا 9 10 15 16 17 18 18 على 9 تجي 2. إذا هذوما زوز ثلاثة أعداد هذوما في نفس الوقت قابل للقسمة على 5 وقابل للقسمة على 9. تعدل العدد الموالي يعطيني نقطة 2 نقطة 5، باش نمشي بنفس التمشي، يكون قابل للقسمة على 5 وعلى 9. إذا كيف باش نحط رقم الأحاد الأولاني؟ خاطر بالنسبة لخمسة رقم الأحاد يكون يا 0 يا 5، معنتها لأن عندي 0 وعندي 5، ونجي نحاول نجرب جميع الأرقام الأخرين. نبدأ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 و9، هكا ولا هذه طريقة سهلة، تحطوهم الكل قدامكم وتحاولوا تجربوا ديما بالواحد بالواحد. باهي، ليش شنو عندي؟ عندي 0 و2 2 2 و5 7، 7 قداش نضيف لها باش نلقى العدد قابل للقسمة على 9؟ 0 7 1 8 2 تولي 9، إذا 9 قابل. 3 10 11 12 13 14 15 16، لا إذا 2، إذا العدد متاعي هنا 5220، هذا يشبه قابل للقسمة على 5 وعلى 9 في نفس الوقت. باهي، عفوا لأني حطيت 0 لأني نحط 5، باش نجربيه من زوز. هنا عندي 5 و5 10 و2 12، كي تزيدها 0 12 13 14 15 16 17 18 19 10 12 13 14 15 16 17 18، إذا 18 قابل للقسمة على 9، نربطها بالستة. 19 20 21، كيف قابل للقسمة على 9، هكا ولا؟ إذا هنا عندي 5 يعني. عفوا لهنا هذه غير قابل للقسمة على 9،
غير قابل 21 ماهيش 27 مش في بيس. إذا هنا عندي 5 و5 10 و6 16 17 18 هذا هو العدد الوحيد اللي يكون قابل للقسمة على 9. باهي هذا غير قابل للقسمة على 9. قابل للقسمة على 9 يجب أن يكون مجموع أرقامه قابل للقسمة على 9، وهذه مجموع أرقامه قداش؟ 21. 21 ليس قابل للقسمة على 9، فهمنا؟ ديما يجب يكون مجموع الأرقام قابل للقسمة على 9. إذا عندي زوج أعداد هذوما، باهي هذا العدد الموالي يعطيني 9 نقطة 9 نقطة. كيف كيف باش نحط رقم الأحاد اللي هو 0، ومن هنا باش نحط رقم الأحاد اللي هو 5، ونحاول نحط جميع الاقتراحات. باهي 9 و 9 18، 18 كي نحط لها 0 نعم قابل للقسمة، 19 لا، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26 و 27 أيضا قابل للقسمة على 9، هكا ولا؟ 27 على 9 يساوي 3. لهنا عندي 9 و 9 18، 18 و 5 23، لا، 24 لا، 25 لا، 26 لا، 27 نعم. 28 لا، 29 لا، 30 لا، 31 لا، و 32. إذا شنو عندي رقم هنا؟ لهنا عندي العدد 9990، ولهنا عندي العدد 9495. هذوما قابل للقسمة على 9 وعلى 5 في نفس الوقت. مي صلح تمرين 18 صفحة 71. شنو فيه التمرين؟ العدد 2 قوة 3 ضارب 5 الجذاء هذا يشبيه، هو يمثل جذاء مساحتي مستطيل ومربع. هو شنو فيه؟ مساحة مستطيل ومربع. السؤال أوجد أبعادهما علما وأنها أعداد صحيحة طبيعية. معناتها الأعداد متاع الأبعاد هي أعداد صحيحة طبيعية. باهي يلزمني نخدم شوي بشوي، معناتها نحل الجذاء هذا ونبدا نشوف. باهي 2 قوة 3 ضارب 5 شنو تمثل هذه؟ هذه هي 2 قوة 2 ضرب 2 ضرب 5، هكا ولا؟ شو معناتها مساحة مستطيل؟ مساحة مستطيل عندي طول وعرض، مساحة مربع هو عندي نفس البعد، معناتها عرض في عرض. باش نلاحظ هنا 2 قوة 2 هي شنو؟ هي 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 5. باهي معناتها 2 ضرب 2، شو معناتها 2 ضرب 2؟ هذه شنو تمثل هذه؟ هذه تمثل مساحة مربع، هكا ولا؟ ضلع ضرب ضلع. راني تعب. هذه هي مساحة المربع. بحيث طول الذرع يساوي 2. باهي وهذه شنو تمثل؟ هذه مساحة المستطيل، هاني طول في عرض، هذا هو العرض وهذا هو الطول. عندي 2 يمثل العرض، 5 يمثل الطول. بالطبيعة مع مراعاة الوحدة، هو لهنا ما عطانيش الوحدة، فهمنا؟ إذا هذا هو هذه الإجابة على التمرين بتاعنا، مساحة مستطيل ومربع. أهو مساحة المربع ضلع في ضلع، مساحة المستطيل هي يكفي إني نلقى زوج أعداد صحيحة طبيعية مختلفة، معناها طول مختلف عن العرض، بالطبيعة الطول يكون أكبر من العرض، هذا الطول وهذا العرض. صلح تمرين 19، لو فيه تمرين 19، حوض في شكل متوازي مستطيلات سعته 715 لتر، متوازي مستطيلات. السعة متاعها 715 لتر، هذه سعته. باهي نكتب المعطيات باش نجب نجاوب على التمرين. أوجد أبعاده بالسنتيمتر علما وأنها أعداد صحيحة طبيعية. يحب يلوج على الأبعاد متاعه. كيفاش حجم متوازي المستطيلات؟ شنو هي القاعدة متاعه؟ مستطيلات يساوي طول في عرض في ارتفاع. فهمنا؟ إذا يكفي إني 715 هذيا فككها إلى جذاء عوامل أولية قاسم 5. شنو باش تعطيني 715 قاسم 5؟ 715 قاسم 5، 715 قاسم 5 تجي 143. 143 هذه قاسم 11 تعطيني 13، 13 قاسم 13 تساوي 1. إذا 715 كيفاش يتكتب؟ 715
يساوي 5 قوة 1 ضرب 11 قوة 1 ضرب 13 قوة 1. قلنا نحن القاعدة هي طول في عرض في ارتفاع، إذا أنا الطول متاعه وأنا العرض وأنا الارتفاع، نجم نختار هذا الطول وهذا العرض وهذا الارتفاع، فهمنا ولا؟ وإلا هذا الطول وهذا الارتفاع وهذا العرض، هذا الطول ارتفاع وهذا عرض. تمرين 20 صفحة 71، شنو فيه نص التمرين؟ وضعت مسطرتين مدرجتين كما هو مبين أسفله حيث يتطابق الصفران، هكا زوج مساطر الصفرات في فوق بعضها، يبلغ طول الأولى 144 سنتيمتر وهي مقسمة إلى أجزاء متقايسة عددها 48 جزء، ويبلغ طول الثانية 160 سنتيمتر وهي مقسمة إلى أجزاء كيف متقايسة ويبلغ عدد الأجزاء 32 جزء. السؤال ابحث عن خطوط التدريج المتطابقة في المسطرتين وذلك بذكر أرقامهم، فهمنا؟ قبل كل شيء شنو عندنا؟ عندنا الأولانية 144 سنتيمتر مقسمة 48 جزء، مش نحسب طول الجزء الوحيد، طول الجزء شنو نعمل هنا؟ مش نعمل 144 قاسم 48 مش تجيني نتيجة 3 سنتيمتر، معناتها كل جزء هكاية طول متاعه 3 سنتيمتر، كيف لهنا مش نقسم 160 على 32 النتيجة مش تجيني 5 سنتيمتر، هذه أول حاجة. ثاني حاجة شنو معناتها؟ هذه 3 سنتيمتر وهذه 5 سنتيمتر، شنو المطالب؟ إني مش نبحث على الأجزاء المتطابقة، بطريقة أخرى إني سأبحث عن مضاعفات 3 بحيث يكون أيضا قابل للقسم على 5 ويكون أصغر أو يساوي طول أصغر مسطرة، يعني 144 سنتيمتر، تفهمنا؟ معناتها مش نلوج على مضاعفة 3 اللي تكون قابلة للقسم على 5 وتكون أصغر أو يساوي 144، باهي؟ إذا مش نبحث على مضاعفة 3 اللي محصورة بين 3 و 144 وبعد نشوف أنا اللي قابلة للقسم على 5، فهمنا؟ إذا مضاعفة 3 المحصورة بطبيعة بين 3 و 144 هي 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30، نبدا نزيد ديما 3 حتى نوصل 144، 33 36 39 39 42 45 ديما نزيد بالثلاثة 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 هكا ولا 78، ديما نزيد بالثلاثة 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 ديما المحصورة حتىش 144 129 132 135 138 141 144 هاني ديما باقي نزيد بالثلاثة، باهي. بعد شوية باش ناخذ مضاعفات القابل للقسم على 5، معناتها يكون رقم الأحاد يا 5 يا 0، عندي 15 30 45 60 75 90 105 120 135، فهمنا؟ هذوما هما المضاعفات القابلة للقسمة على 5. إذن هذوما هما المضاعفات القابلة للقسمة على 5. شنو باش نجي نعمل؟ نجي نقسمهم على 3 باش نعرف الترتيب نتاعها في المسطرة الأولى، ونقسمهم على 5 باش نعرف الترتيب نتاعها في المسطرة الثانية. إذا قاسم 3 شنو باش تعطيني؟ هذه باش تعطيني 5، وهذه قاسم 3 تقاسم 5 باش تعطيني 3. إذا ترتيبهم في المسطرة الأولى 5 وفي المسطرة الثانية 3. كيف هذه قاسم 3 قاسم 5 باش تعطيني 10 و6، هذه قاسم 3 قاسم 5، اذا قاسم 3 45 قاسم 3 شنو باش تعطيني؟ 45 قاسم 3 باش نقسمها على 3 اذا باش تعطيني 1، 15 قاسم 5 باش تعطيني 9، هذا الترتيب نتاعها في المسطره الاولى والثانيه، تفهمنا؟
وهكذا لنكمل جميع المضاعفات، ديما نقسم على 3 وعلى 5 باش نعرف الترتيب في المسطره الاولى وفي المسطره الثانيه. هذيك هي دونك هذه كيف كيف باش نعرف قاسم 3 قاسم 5 قاسم 3 قاسم 5 باش نعرف ديما الترتيب في المسطره الاولى وفي المسطره الثانيه. اذا الارقام في المسطره الاولى باش تكون 5 10 15 20 25 30 35 40 و45 تكملوا تخدموا وحدكم ديما تقسموا على 3 باش تلقوا نفس النتيجه هذه. والارقام في المسطره الثانيه 3 9 3 6 9 12 15 18 21 24 27 نقسم نفس الاعداد على 5 فهمنا. بعد نصلح اخر تمرين في الدرس الاولاني اللي هو تمرين 21 صفحه 71. شنو فيه نص التمرين؟ جانا فلاح محصولا من التفاح فكان بإمكانه إفراغه في صناديق من البلاستيك يحتوي الواحد منها 15 كيلوغرام أو صناديق من اللوح يحتوي الواحد منها 12 كيلوغرام. أبحث عن كتلة المحصول من التفاح بالكيلوغرام إذا علمت أنها محصورة بين 6100 و6150 كيلوغرام. لاحظ في نص التمرين، لاحظ أنه كتلة المحصول شبه ينجم يفرخها في صناديق ذات 12 ولا 15 كيلوغرام. شو معناتها؟ معناتها هي من مضاعفات 12 و15 في نفس الوقت هكا ولا، وشبهه محصوره بين 6100 و6150. اذا كتله المحصول محصوره بين 6100 و6150 وهي من مضاعفات 12 و15. شنو معناتها؟ يعني باش نرجع القاسم المشترك الاكبر ل 12 و15. شنو باش يكون القاسم المشترك الاكبر لهذين العددين؟ بالطبيعة باش نحل كل واحدة فيهم إلى جداء عوامل أولية، باش نقسم ل 12 باش نقسم ل 15. شنو باش نلقى؟ باش نلقى 2 قوت 2 في 3 في 5. شنو باش يجيني النتيجة؟ يساوي 6. إذا العدد شنو باش يكون؟ العدد هو يكون من مضاعفات 60، مضاعفات 60 الموجودة بين 6100 و6150. شنو باش تكون؟ باش تكون 6100 6120 و6150. فهمنا؟ هذوما الأعداد اللي هما من مضاعفات 60 ومحصورة بين 6100 و6150. باهي، إذا نجم يكون المحصول 6100 6120 6150. كان قال لي قطعا راهو 6120، كان أو يساوي لهنا راهو نجم يكون هذا نجم يكون هذا نجم يكون هذا. تفهمنا؟ بالتمرين 21 صفحة 71 نكون كملت إصلاح تمارين الكتاب المدرسي اللي في الدرس الأول بالطبيعة التلميذ سنة 7 أساسي. تابعوني على سبورة نت ونصلح لكم بعض الأنشطة الموجودة في كتاب التمرين المدرسي، باش نهبط لكم سلسلة من التمارينات على الدرس الأولاني، وإن شاء الله تكون تحققت الإفادة، وبالطبيعة تخدموا التمارينات وحدكم وبعد تابعوا الإصلاح على سبورة نت.